السلام عليكم آآ آآ شكرا لقناة مغارب نيوز كما تبعتي عندنا اليوم القصة ديال الشاب أمين اللي بحال اللي قالت لكم الأم ديالو اللي معنا واللي كان واسيوها وكان عزيوها وحنا معاها في الآلام ديالها بأنه تقتل في 2016 وأنها من ديك الوقت ما خداش الحق ديالها فعلا حنايا مني لجأت لينا طلعنا على الملف ديالها مع الاستاذه خير مشكوره اللي دابا حطت النيابه ديالها كدفاع على السيده ام امين وطلعنا عليه في الدراسه كم... كاستشاره قانونيه آه فعلا حنايا ملي شفنا الملف آه شفنا بلي انه كاين واحد التشريح آه اللي ما كيتوازاش مع هذه المساله ديال الضرب والجرح اللي هي آه كسور وهي جرح وهي يعني واحد النوع ديال التمثيل بالجثه قبيح شي شويه ويعني ما يمكنناش حنا الصور ولكن عندنا الصور وعندنا آه التشريح وبذلك كنتظروا التقرير الطبي لان غيكون فيه بزاف ديال التوضيحات آه حنايا ما كناش معاها في الخط على اساس ان الملف في يبقى في بن سليمان في الابتدائيه وانما يتحول الاستئناف في اطار الجنايات آه خصوصا وان انه من بعد البحث ديالنا بدات كتظهر بعض بعض المسائل اللي كتبين بانه هذاك التوجه الاولاني ماشي صحيح ماشي مساله ضرب والجرح ولكن مساله قتل عمد بعد مع الاصرار والترصد وكاين عناصر تكوينية للجريمة فبالتالي حنايا بدا واحد الفيديو بحال اللي قالت تسرب واحد الفيديو اللي هو حاسم لانه فيه تصريح وفيه يعني اعتراف بتفاصيل محدده ودقيقه بذكر الاسم ديال الابن ديالها وبذكر شكون اللي كان عنده الغرض في القتل ديالو وذكر الثمن المقابل ديال هذا القتل ديالو بقات لينا غير الطريقه واعاده تمثيل الجريمه اللي ان شاء الله مع الاسد خيار ومع طلبات ديالها السيد الوكيل الملك الوكيل العام الملك غادي ان شاء الله يستدعيو جميع الاطراف وغتعاود اعاده تمثيل الجريمه وغنشوفوا السبب الحقيقي ديال هذا القتل ديال هذا الشاب وغادي تاخذ ان شاء الله الحق دياله. وليس سنوير الراي العام غادي نعاودوا واحد النبذه على هذه القصه هذه القضيه ابتداء من من النهار الحادثه اللي هي كانت في 2016 بحيث ان شاب امين ابن هذه السيده هادي كيخدم كهربائي مع الاب ديالو في واحد الكراج ديال السيارات وكيصلح السيارات وعنده زبناء وكل شيء فواحد النهار دخل في الليل يلاه تعشى قال لها انا غادي نخرج نخرج مع صحابي هو خارج والهاتف آه رن الهاتف قصونا ذاك الشيء علاش حنايا قلنا لها راه المساله ديال الهواتف النقاله غادي تعطينا واحد التحليل علمي اللي يمكننا نمشيو فيه لانه كانت هناك اتصال هذاك الخروج كان مقرون بواحد الاتصال ذاك الشيء علاش حنايا عندنا شكوك في الترصد فخرج ملي خرج باش جلس مع الاصدقاء ديالو أه، واحد المكان حنا ما يمكنناش تعرفوا لان حتى واحد ما عارف هما اللي كانوا معاه اللي عارفوا ويقدروا يكونوا اخترعوا قصص المهم انه وقعت الواقعه وجاو كيدقوا عليها باش يخبروها بان الابن ديالها راه ضربوا معاه ما قالوش لها مباشره انه توفى ولكن قالوا لها ضربوا معاه أه، معاه فهي هي والاب ديال ديالو بطبيعه الحال مشات داروا الاجراءات القانونيه وبالتالي دابا ت... كانوا تقبطوا هاد الدراري هادو ربع شهور بعضهم تقبط ربع شهور ومن بعد كاينين اللي طلقوا ودابا كيتحاكموا في حالة صراح لكن بعد دراسة ديال الملف طرف أستاذ خيار وأنا لقينا بأنه هذا الملف ما خصوش يمشي في التوجه ديال الضرب والجرح لأنه كان هناك قتل وهناك جثة وهناك تمثيل بجثة لأن شفنا الصور وشفنا تقارير طبية وعرفنا بأن هذا ماشي ضرب فغنطلبوا إعادة تكييف القضية ونشوفوا المسار ديالها فين غادي يوصل وحنا معاهم هاد الأيام إلى أن نحضروا لهم الجلسات ديالهم وسنوافي جميع المتتبعين بكل مستجدات في هذه القضيه هذه وبطبيعه الحال بالتدخل ديالنا القانوني والواقعي والشرح مثلا التشريح شرح يعني كل ما يحتاجه المواطن لمعرفته في بخصوص هذه القضيه من خبرات ومن مساطير باش الواحد كيتنور بالتالي غادي ان شاء الله آه نخليو الكلمه آه في الحلقه المقبله الاستاذ خيار اللي غادي توضح لنا المصاطر اللي اتخذتها هي وكيفاش غتوصل الحق ديال هذه الاسره هذه في الابن ديالها وشكرا